الخبر اول عدنا عن يارا والبث المباشر اللي فتحته يا حبايب اللي صارت تتهجم بيه على نورمار وياسو وقمر وايمو وهواي من الاشخاص. بالنسبه لاول شيء يا حبايب صار بهذا البث مباشر واحد من المتابعين صار يسالها عشان قصتها ويا ياسو ليش هي حذفت التيك توكات اللي وياها وان ليش هي شالت الفولو عنها، فصارت تحاول انه هي تفضح ياسو وتقول انه هي سوت هذا الشيء على موت قمر انه هي حذفت التيك توكات وخلتها ان تشيل الفولو عنها. وطبعا ياسو يا حبايب سبق وانه هي شرحت ليش هي حذفت التيك توكات انه حابه تسوي تيك توك مالتها خاص بها وبريدر تقريبا، فيارا ردت عليها تقول انه هي وحده كذابه لانه فعليا هي تريد هذا الشيء ما كانت حذفت يعني التيك توكات اللي سوتها ويا قمر ويا شدن ويا اصدقائها يعني، وانما تقول هي بلخص شال التيك توكات اللي وياها. راح تكون المقطع شوفوا فيديوهات التيك توك تبعه معي. انا ما رضيت احكي عن الموضوع ولكن وقت اللي شفت هيك الموضوع صار قررت اني اشيل فولو عن انستغرام لانه يعني خلص فهمت انا شو الموضوع يعني شو اللي صار بالضبط. انه المشكله ما بدي احكي خليني ساكته. المهم تقريبا ضليت شايله عامله اون فولو لهالشخص. ثاني يوم بيطلع هذا الشخص وبيحكي انه انا انه هي فهمتني غلط وانه انا حذفت تيك توكاتي معها لانه انا كنت حابه اني اضل مع شخص لحالنا بتيك توك ومدري شو. طيب اوكي والعالم قاعده تحكي لي انه انت تسرعتي بتصرفك ومدري شو. بس بدي احكي شغله انه انت او انتي وقت بدك تحذفي التيك توكات تبعاتك معي وتقولي انه حذفتيهم بسبب لانه بدك تخلي فيديوهاتك مع شخص تاني، طب بس كملي حذف باقي العالم لحتى انه يتصدق هذا الموضوع بس. تمام، ما تيجي تحسبي بس اللي معي انا وياكي لحتى انه شيل الفولو عنك ومدري شو. ما في داعي لهذا الشيء ابدا. فيك تحكي معي وتقولي لي هاي كيفك انه انا قررت اكون مع شخص تاني وبنضلنا رفقات ورح يضل بيناتنا يعني شيء جدا طبيعي، بس ما تعملي هاي الحركات لحتى تبيني قدام الناس انه انا ها ما فهمت. بس اوكي بس ما تعملي هاي الحركات لحتى انه ينشال الفولو. ما بعرف اذا حدا فهم علي. ما تعملي حركات بايخه لحتى انه شيل الفولو عنك. خلص فيك تحكيني وبتفهمك وكل شيء نظامي. لا ما بيهمني مين هي الشخص ولا بيهمني شو عملت على فكره ابدا. شكرا كثير لك يا راح الاسم اوكي ما انتبهت. بالنسبة لثاني شيء يا حبايب فصارت تتهجم على ايمو وبعض اليوتيوبر اللي يسوون هذا الشيء بس عمود المشاهدات انه يتعاركون وياها ويروحون ويا قمر ويا غيرها. وبنفس الوقت يا حبايب انفت انه هي ممكن تدخل اي فريق ثاني سواء فريق فنابولي او غيره. اعطيكم لقطة شوفوها. انت عاملة مشاكل مع الكل عادي؟ لا انا ماني عاملة مشاكل مع الكل. انا فجأة مثلا بكون براف حدا ثاني يوم بيشيل عني الفولو بس مشان حدا ثاني او مشان مشاهدات او مشان اعداد وارقام. يا راح تدخل فريق جديد؟ لا ما حادخل فريق جديد. بالنسبه لثالث شيء يا حبايب واحد متابعين صار يسالها انه شو وقت ناويه تسافرين دبي، فردت عليه ان شاء الله بس تتخرج لان هي حاليا بالمدرسه او بالجامعه. راح احط لكم المقطع. متى ناويه تسافري على دبي؟ بس لا اخلص البكالوريا تبعي عن جد. بس لا اخلص البكالوريا والله العظيم ناويه اسافر لكثير اماكن حلوه. بالنسبة لآخر شيء يا حبايب اللي هو النورمار صارت تقصفه ونوعا ما تستهزئ بيه، فواحد المتابعين كان كاتب لها إذا أنت تحبين أمك غني أغنية حبيبتي مافيا، فهي قرأت التعليق ولكن قالت إنه أنا أحب أمي ولكن مستحيل أغني هذه الأغنية، وبنفس الوقت سألت صديقتها إنه شنو اسم الأغنية، فهي قالت لها إنه حبيبتي مافيا، فصارت تقول لها إنه هي من الأساس هذه مو أغنية مو لتكون أغنية، ويارا صار تضحك يعني نوعا ما يستهزئوا بنورمار إنه ما يعرف يغني. إذا بتحبي إن لا بحب أمي بس ما بدي أغني الأغنية. شو هي؟ شو هي الأغنية؟ ما بكون غنية أول. فكتوا حبايب لكم التاشركم بسوت يارا واستهزاء بنورمار انه ما يعرف يغني. وبالختام يا حبايب انه يارا نزلت هذا الستوري شاركت بعلي البقال الله واللي تقصد عم اللي هو نهاب قصاص طبعا توفى الله يرحمه يا رب ويجعل من ثواب الجنه ودعوا لي يا حبايب انه الله يرحمه. بس هنا وصلت المقطع يا حبايب. طبعا مقطع اخبار بعد شويه راح ينزل لكم ففجروا ذا مقطع بلاكات عم ينزل لكم مقاطع بشكل اكبر وبس. شكرا لكم فزنا قصاص احبكم مع السلامه.